مرحبا، اهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من نادي الكتاب في جمال الحوار مع اخوي وصديقي وعزيزي محمد عيسى. اهلا وسهلا فيك ابو حميد. حبيبي حبيبي دكتور جمال، اهلا وسهلا بك. مساء الخير على متابعينا الاعزاء، وان شاء الله تكون حلقة حلوة ومليئة بالمعلومات. ان شاء الله شايفين شو حاطط وراي انا، ايه بابل وما ادراك ايه ما بابل. هذه بوابة عشتار يسموها. هذا عشنا البارحة حلقة رائعة مع الفولكلور والتراث العراقي، وزي ما حكينا في بداية الحلقة إنه كانت حلقة صعبة إنه نجزها في ساعة أو ساعة ونصف، وبالفعل أثبتت لنا ذلك. فإن شاء الله حنقوم بإعطاء هذا التراث حلقة أخرى، لأنه بيستاهل أكثر من حلقة صراحة. تراث عميق وغالي علينا وعلى قلوبنا جميعاً. اليوم حناقش الكتاب اللي اقترحه الأستاذ محمد قبل أسبوعين. بذكركم أنه جميع الكتب موجودة على المنصة الإلكترونية أو على جوجل درايف تبع القناة، حاطط لكم الرابط تبعه بحيث أنه إذا ما استطعتوا أنكم تقرأوا الكتب السابقة أو حتى الكتاب اللي بدنا نقترحه اليوم، كلها موجودة على رابطة مكتبة كنار، ممكن تطلعوا عليها تنزلوهم تقرأوهم. وأكيد بنحب إنه نسمع آرائكم وتعليقاتكم عن كل شيء بنحكيه أو عن الكتب اللي بنقترحها. طبعا الأستاذ محمد بيعمل مجهود خيالي في إيجاد الكتاب المناسب، حيحكي لنا عن الكتاب اللي حيقترحه في آخر الصفحة الحلقة. لكن الصفحة، شوفوا اليوم كلها كتب. كلها على الصفحات والكتب. اليوم حنبدأ في مناقشة الكتاب اللي قرأناه قبل أسبوعين، اللي هو خلف السدة ايوه للكاتب الكبير عبد الله صخي. طبعا أنا بعرف شوية عن هذا الكاتب، هو روائي عراقي مقيم في لندن. صدرت له في الثمانينيات مجموعة قصصية بعنوان حقل دائم الخضرة، ثم صمت بعدها لمدة طويلة تقريبا عقدين من الزمن، وبعد ذلك أصدر ثنائية اللي هي واحدة منهم خلف السدة ودروب الفقدان. وصدرت له مؤخرا رواية أتوقع إنها من الروايات اللي لازم نحاول نقرأها، اللاجئ العراق. لاجئ العراقي، هي مكملة لدروب الفقدان وخلف السدة. نعم. ايه طبعا هذا خلف السدة من الكتب اللي فيها قصة، والقصة كانت بين حزن وحنين ووصف للمدينة اللي حاب يوصف لنا إياها. احكي لنا أستاذ محمد، ليش اخترت أول شيء هاي الرواية؟ والله لأنه الرواية هذه حين صدرت في وقتها صار عليها نقد كبير، باعتبار أنه عبد الله سخي يعني اعتكف عن الكتابة لمدة عقدين من الزمن، بعدين رجع للكتابة وكتب خلف السدة. فيعني كان تحت المجهر بالنسبة للمثقفين والنقاد سواء العراقيين أو العرب، وذلك هاي الرواية أخذت يعني مدى شاسع من المقالات والدراسات عنها. عبد الله سخي هو بالبداية كاتب قصة، نعم وكاتب قصة رائع، وتحول من القصة إلى الرواية. وهذه التحول من القصة للرواية هو هذه طبعا مجازفة الكاتب يجازفها في بعض الأحيان، في بعض الأحيان مو دائما. نحكي عن الكتاب شوية، والناشر اللي هو دار المدى. الكتاب صدر سنة 2008، وهذا طبعا شغلات لازم نحكيها قبل الكتاب، انه مواصفات الكتاب ودار النشر وعدد الصفحات والقطع. دار النشر هي دار المدى بسنة 2008 سنة النشر، والقطع نوع الكتاب هو قطع متوسط يسموه. والكتاب يتكون من 160 صفحة موزعة على 10 فصول، استرجع فيها عبد الله سخي شخصيات روايته من ذاكرته المليئة بالتفاصيل والأحداث. جرت على مدينة الثورة هاي الأحداث، ومدينة الثورة تقع شرقي العاصمة بغداد، وهذه الأحداث التي عايشها، إما نقلت إليه سردا أو عايشها هاي الأحداث. وقبل الحديث عن الرواية هذه خلف السدة، لازم ننقل للمشاهدين أو للمتابعين شوية وصف عن هذه المدينة.
ليتسنى لهم أنه يكونون فكرة عن مسرح أحداث هاي الرواية. أوكي، فلازم ننطي شوية نبذة عن مدينة الثورة، لأنه مو كل الناس تعرف شنو مدينة الثورة، وقسم حتى من مدينة بغداد، من سكن بغداد ما يعرفون شنو الثورة، لأنه هي صار أقصى شرق بغداد وما حد يروح لها إلا اللي عنده مشوار هناك. المهم نحكي عن هاي المدينة، مدينة الثورة والتحولات السياسية والاجتماعية التي صارت فيها. يجب التوضيح أنه نعطي فكرة للناس أنه شون صارت هاي مدينة الثورة، ومنين جو ذول الناس، ولو إيش نسحوا من مناطقهم إلى بغداد. طبعاً أنا بهاي الموضوع لازم تسوي بحث وتقرأ، فقرأت في مقالة يقول فيها الشاعر والإعلامي زاهر موسى، في مقال له نشر في جريدة السفير بتاريخ 24/3/2016، يحكي عن تاريخ نزوح سكان أهوار ميسان والناصرية للعاصمة بغداد إلى مشروع سد. يعود نزوح سكان أهوار ميسان والناصرية للعاصمة بغداد إلى مشروع سد الكوت الإروائي، هذا السبب الأساسي للنزوح الذي أشرفت عليه الشركات البريطانية وتم افتتاحه في عام 1939. قام السد الذي وفر ماء الري والكهرباء لمحافظة واسط بحجب الطمي اللازم لزراعة الرز عن حوض الغراف والأهوار، يعني زراعتهم ماتت، وبدأ مزارعون المناطق المتضررة بالهجرة نحو بغداد سعيا لإيجاد مصدرا للرزق، وتجمعوا على هامش الحدود الإدارية لبغداد في الكرخ والرصافة في الأربعينيات والخمسينيات ومطلع الستينيات عبر بيوت طينية ودعم بعلب القصدير تسمى بالصرايف، وانت يمكن لاحظت هاي الكلمة الصرايف ذكرت هواية في الرواية، لتبدأ عند ذاك قصة الشروق اللي هم هذول المجموعة الناس اللي جو يسكنوا في هذه المنطقة. والشروق تسمية تطلق على سكان المنطقة الجنوبية الشرقية في بغداد، يعزى سببها إلى سكنهم في مناطق شرق نهر دجلة، وطبعاً أكو تسميات أسباب، يعني أسباب هواي لهذه التسميات. هذه المدينة وضع الحجر الأساس لها في أوائل ستينيات القرن الماضي في عهد الزعيم عبد الكريم قاسم، وقام بوضع مخططها المصمم المعماري اليوناني قسطنطينوس دوكسيادس، والذي اعتمد نظام المستوطنات البشرية في مخططه. نظام المستوطنات البشرية هذا أنه قد يقسم المدينة إلى قطاعات، مساحة القطاع الواحد بها 25,010 مترات، والثورة بها حسب ما بحث اللي سويته بها 79 قطاع، مساحاتها دائما متساوية، البيوت أيضا مقطعة بمساحات متساوية، والتصميم مختلف بعض الشيء، يحتوي على كل قطاع على مسجد واحد على الأقل، ومجموعة من المناز مشيدة في مدينة الثورة يقدر حوالها في ذلك الوقت 80,000 بيت. واو. مشيدت في مدينة الثورة. وطبعا هاي المدينة عندها فد رمزية بينها وبين يعني عبد الكريم قاسم إلى رمزية بالنسبة لهذه المدينة اللي تدور بها الأحداث، حيث ترتبط المدينة وجدانيا بمؤسسها عبد الكريم قاسم. وهناك حادثة ترتبط بهذه المدينة، حيث طلب من الزعيم عبد الكريم قاسم مؤسس العهد الجمهوري في العراق في نهاية خمسينيات القرن الماضي أن يقدم دعم مالي، هذه حادثة مرتبطة بهذه المدينة. يقدم دعما ماليا لأحد البلدان العربية الذي كان نظامه يرى في انقلاب عام 1958 في العراق تحولا مصيريا بذهاب النظام الملكي وتحويله إلى نظام جمهوري. قال الرئيس قاسم ذو النزعة الوطنية اليسارية، هو يعتبر باصطحاب ثلاث مسؤولين من هذا البلد العربي اللي طلب من عنده دعم. نعم. بالسيارة مالته، أخذهم سيارة نعواز روسية وراحوا إلى حيث يسكن آلاف الفقراء في مدن الصرائف المكونة من قصب البردي، ليطلعهم على أحوال شعبه في فقرهم المدقع هناك في يوم موحل. بعدها أخبرهم متى ما وضعت سقوفا فوق رؤوس شعبي في بيوت من طابوق سأكون قادرا على دعم قياداتكم، من غير المعقول أن شعبكم يعيش في مبادئ شامخة ونحن نعيش في هذه الأكواخ.
عقلية القائد. المهم نجي على هذه انطينا تصور عن المدينة والرمزية المدينة وارتباطها بعبد الكريم قاسم، بعدين ارتبطت فيما بعد 2003 اسمها تغير، وشون المدينة تغيرت اسمها 3 مرات، من كانت الثورة بعدين صارت مدينة صدام، بعدين صارت بعد 2003 مدينة الصدر نسبة إلى محمد باقر الصدر، هذا أحد المراجع الدينية اللي كان ساكن في هاي المدينة، ومنها كان هو يقود حركة سياسية دينية بالعراق في مدينة الثورة. الرواية بها أحداثها الرواية تدور في هذه المدينة، مدينة الثورة، كلها في هذه المدينة كلها، قبل تأسيسها من الصرايف إلى التأسيس وشلون صارت. وطبعا هي مكية الحسنية السيدة اللي تعتبر بطلة الرواية، بس أنا من وجهة نظري ماكو بطل واحد في الرواية، أبطال هم يس، كل الشخصيات هم أبطال، وكل شخصية لها حكاية خاصة، ولو نجي نحكي عنهم ونفصلهم واحد واحد يحتاج لنا وقت طويل، لأن كل شخصية لازم تشرحها تفكيرها شلون يتعامل كذا هاي الأمور. والسرد اللي هو الطابع الغالب على هاي الرواية، يعني نادرا ما تلقى بيها حوارات. نعم. يعني ماكو شخصين قاعدين ويسولفون واحد ويا الثاني، سرد كله وصف للمكان وللحالة والزمان وكل هاي الأمور، وبيها خليط عجيب غريب من الواقعية والخيال، زحمة وكآبة في البداية وبيها طبعا بيها تحكي عن الترابط بين الجيران، بعدين تحكي على السيدة هذه وشون نذرت أولى ابنها أنه إذا صار عندها ولد شون أنه تنذر للسيد جار الله، اللي هذا السيد جار الله اللي هو من أوائل الناس اللي جوي وسكنوا في هذه المدينة. نعم. وقال حكايته بالرواية يقول هنا قبري، هنا مسكني، هنا مماتي، طيب أنا أعيش وهنا أموت. نعم. وهو نزل وبنوا البيت ماله ومات في نفس الوقت، فصار مثل المزار ومثل نقطة دالة في هذه المدينة. الرواية كلها تمشي بأحداث متشابكة ويعني زمانية ومكانية. الروائي يستحضر ويكثف الشخوص مالته كلهم بالمشهد الأخير بالرواية، صحيح كلهم يجيبهم بمشهد أخير من يطلعون من هذه المنطقة الصرايف ويروحون ينتقلون إلى مدينة الثورة. وطبعا الـ قلت لك مليئة بالأحداث، صعب أنه يعني إذا تريد تذكر حدث، إذا تريد تجي على هاي الأحداث كلها اللي ذكرت بالرواية صعب، يعني يحتاج لنا وقت كلش هواية. بس تحكي على عبد الكريم قاسم وشون الناس كانت تحبه، تحكي على العلاقات والاجتماعية والجيرة بيناتهم، تحكي على الخرافة والأسطورة والمشعوذات والسحر والكذا كل وتحكي على التعايش، نقول خلينا نقول السلمي أو الأهلي بيناتهم، مثلا هذه الامرأة الكردية اللي خان زاد اسمها شون كانت عايشة بيناتهم وشون كانوا يحبوها ويحترموها ويقدروها، لأنه يعني يشفقون على حالتها أنه شون فقدت حفيدها وظلت تدور عليها وهاي الأمور كلها. ودائما يستأكو شخوص يستحضرهم الروائي بين فترة وفترة، علي ابن مكية الحسن، صحيح. هو نقدر نقول الشخصية الثانية بالرواية اللي يختم بها الروائي الرواية مالته. يعني شلون أقول لك، السرد اللي حكى به الرواية برأيي هو سرد شبه دائري ولكن باختلافات شوية.
أنه بالبداية كانت الرواية بدأت بيونس بهذا زوج مكي الحسن سلمان اليونس، وتنتهي الرواية بابن علي. بدأت بالأب وتنتهي بالابن. بالابن. ولكن المشهد اللي وصف به الأب بالبداية أنه من قعد من النوم ويحلم حل دي يحكي لزوجته الحلم مالته، أنه حلم هو يعني راح أقتبس له يعني أحكي لك إياها بالفصحى لأنه أنا كاتبها. استخدم الروائي أسلوب جديد ومختلف أشبه بالسرد الدائري، ولكنه يختلف عنه زمكانيا، يعني الزمان والمكان. فحين أيقظ سلمان يونس زوجته مكية الحسن في بداية الرواية ليحكي لها حلمه الذي رآه في المنام، وقال لها أنه رأى نفسه يسير فوق أرض سهلية منبسطة جرداء لا حدود لها، تشبه أرض البلدة في سنوات التكوين الأولى عندما قدم أسلافه المهاجرون الأوائل. هنا ينتهي المشهد. وطبعا كانت أرضا مغطاة بتراب دقيق بتراب أبيض دقيق. ينتهي المشهد هنا. بعدين الختام الرواية يقول فين يقف علي ابن سلمان اليونس بعد بحثه المتواتر عن بدرية هاي البنية اللي حبها هو وظل يدور عليها فترة طويلة، وتجواله المضطرب عند حافة المدينة لأنه افتر عليها المدينة كلها ما لقاها، هاي بعد من شالة ومن الصرايف وأجوي للثورة قاعدوا، فهو ظل يدور عليها وصل إلى حافة المدينة بعد ما أيس تقريبا. عند حافة المدينة ليس أمامه سوى أرض ممتدة عميقة، نفس الوصف اللي شافه أبوه بالبداية إنها به الرواية، أرض عميقة ممتدة عميقا حتى الأفق، خالية وعرة كأنها مهيئة لمهاجرين جدد كأسلافه. يعني المدينة تنتهي بفتحة بمساحة شاسعة أخرى، كأنه الرواية يقول لك أكو موجة جديدة راح تجي، ناس مهاجرين أو نازحين سميهم ما شئت جديدين جدد راح يجون يسكنون في هذه المنطقة. ومثل ما قلت لك أكو آراء هواية عن الرواية، بينهم يعني بين أنه يشيد بالدور اللي أو بالطريقة اللي كتبت بيها، وقسم لا. يعني الطريقة اللي كتبها فيها الروائي شوية يمكن خاصة اللي عاش أو في بغداد ورأى هاي المدينة، لأنه وصفها بدقة، ففي البداية كان الوصف للمدينة واللي صار في المدينة والوصف للعشوائيات اللي كانت، فيمكن في البداية هيك الناس شوية تمل في لكن قبل الوسط تبدأ الحبكة وتشدك إلى نهاية الرواية. يعني أنا بعتبر إنه هذا في ذكاء من الكاتب. هو ذكاء، بس هو ايش سوى ايضا؟ هو قلت لك السرد اللي اعتمده انه كل شخصيه يذكرها لازم وياها حادثه ويحكي وياها قصه عن هذه الشخصيه، بحيث في بعض الاحيان القارئ يعني يتشتت شويه، وفي شخوص كثيره بالروايه، يعني مثلا يقول هذا فلان وهذا فلان، بحيث انت يعني عقلك الباطن يقول هذا منو اخو منو منو ذاك منو هذا، شخوص هواية بيها، شخصيات كلش هواية، وكل شخصية لها حكايتها. هذه من المؤاخذات اللي كانوا يقولوها عليها، انه ما في يعني شلون اقول لك حد، شلون يقول لك انت من تكتب رواية تخلي طريق للقارئ انه يمشي به ونسق تام، تاخذه من البداية للوسط للنهاية. هنا دائما ياخذك في رحلات زمانية ومكانية. مثلا بالبداية بس أنا بدي أحكي شغلة محمد هون، يعني هو كان عكس بعض الكتاب اللي أحيانا يشدك في البداية ويتركك في الوسط. صحيح هو هذه ظهر بصمته هو في الكتابة أو طريقة هو في الكتابة. ممكن النقد اللي صار عليه لأنه ممكن كان تعتبرها شيء جديد بالنسبة للرواية العربي، ممكن ما متأكد من المعلومة. وها صدق، خلي أقول لك يعني نوضح للناس أو المتابعين الكرام أنه أنا مناقد، مثل ما يقول لك هذا ديسكليمر، أنا مناقد
ولا روائي ولا كاتب ولا قاص، وإنما أنا مثل ما يقول لك قارئ أقرأ الكتاب وأنطي وجهة نظري به. ممكن وجهة النظر دائما تحتمل الدقة، تحتمل الصواب والخطأ. فهذه وجهة نظري أنا اللي أحكيها. تمام. فقلت لك النقد والمقالات اللي كتبت عليه، أنا بالنسبة لي أتفق ويا مقالة كتبها سينمائي عراقي اسمه قاسم حول. قاسم حول يقول حين كتب أنه كتب عن رواية خلف السدة، وقال أن عبد الله سخي كاتب قصة قصيرة متميز بين كتاب القصة القصيرة العراقية، وانتقاله من القصة القصيرة إلى الرواية هي نقلة ثقافية مهمة لا تقلل من أهمية القصة القصيرة في مجال الإبداع، ولكن كتابة المطولة الأدبية الدرامية تحتاج إلى نفس صبور. أكيد. ولكن لأنها طبعت فإن الأمنية التي تتيح فرصة سبر غوار أن هذه المدينة الفقيرة بعالمها الغريب والمؤلم والمحفز للكتابة. هو يقول هذه الأمنية تلاشت عندي بعد أن أصبحت الرواية مطبوعة ومعروضة في سوق المكتبات، وقرأتها وتمتعت بقراءتها مثل ما أنا تمتعت أيضا، ولكن كنت أتمنى أكو أشياء أكثر بالرواية هذه. هو يقول قاسم حول السينما العراقي يقول المشكلة أنني أقرأ بعين سينمائية، والعين السينمائية في القراءة مشكلة، لأن فن العمارة وبناء المشهد واللقطة هو أحد الأركان السبعة للرواية السينمائية والفن السابع. وهذا نفس الشيء وياي صار، لأنه أنا من أقرأ الكتاب أتخيل المكان، أو مثلا أمشي بالأزقة وأمشي ويا علي من راح للمكان وشاف هذا المعتقل، أمشي يعني كنت أتخيل نفسي دا أمشي ويا علي ال شو اسمه هذا باللقطة اللي أنا أسميها لقطة، هو مقطع الروائي من يشوف هذا الرجل الأعمى ويقول له أنا وين هسه، والأعمى يقول له أنا شفناك، يقول أنا ابن أنا اسمي علي ابن من، يقول ابن سلمان اليونس، يقول أمك مكية شونها، فهذا يعني يتعجب وهو أعمى، ولكن البصيرة ما يدلي يقول له أنت تروح منه أنا تطلع قبل تأخذ يسار من شنو إلى أن توصل إلى بيتكم وتشوف الخط السريع والسكك وهاي الأمور. صح. هاي الأمور. فأكو تفاصيل ممكن كانت يعني قلت لك تصير أقوى للرواية، ولكنها من أبرز ما كتب عبد الله السخي طبعا. أنا عدم فيها يعني. قلت لك النقد اللي تعرضت إلى الرواية أثرت هواية على يعني أثر إيجابي على أسلوب الرواية لعبد الله السخي، لذلك من تقرأ دروب الفقدان غير شكل، تقرأ اللاجئ العراقي أيضا غير شكل، بس ممكن لأنه هي هاي تجربته الروائية الأولى قد تكون يعني نوعا ما. طبعا هو في تقريبا وسط أو في الوسط من الرواية بدأ يتكلم كثيرا عن عبد الكريم قاسم. نعم. وصفه بالإنسان الطيب والقلب المكافح، أحبه أهل السدة. نعم. وطبعا كان حالم أراد أن يسعد الفقراء، كل هاي الأمور رسمها بطريقة جميلة، لكن أجمل ما رسمه اللي هي طريقة الاغتيال، يعني كان اغتياله إبداع الكاتب. طبعا الاغتيال هو شيء ليس بالجيد، ولكن وصف هذا المشهد الانقلاب سوري وصفه بطريقة رومانسية، يعني حتى كيف كانت رومانسية عبد الكريم قاسم قبل الاغتيال. صحيح. وصف أيضا يعني تعاطف الشعب وشون أنه قالوا له من قبل نتعرض للاغتيال قالوا له افتح لنا المشاجب، افتح لنا الكذا، احنا نحميك، احنا نسوي لك، احنا كذا. فالشخصية وطبعا أيضا كأي شخصية سياسية أخرى في شخصية خلافية، في ناس يحبونه وناس ما يحبونه، ناس يقولون أنه هذا الرجل يعني أنهى على العهد الملكي وكذا والعز وهذه الأمور، وهذه وجهة نظر ونحترمها، وناس آخرين يقولون أنه وأنا منهم أيضا يعني وجهة نظري هذه
أعتبره زعيم وأحدث طفرة تاريخية بالمشهد السياسي العراقي، رغم كل اللي سواه في بغداد في 4 سنوات فقط من مدة حكمه من 58 إلى 63. جملة عجبتني، قحك فيها: فقدان الأمل عندما يضيع الحب هو مثله مثل فقدان زعيم حالم، طبعا مثل عبد الكريم قاسم. شعرية بها همين شوية، بعض الشغلات الشعرية هواية. بس في مشهد بالفصل العاشر الأخير، نعم، هذا أحب أقرأ للمتابعين لأنه أنا جدا حبيت الوصف اللي بيه أيضا. بس خلي أطلع لكم يا هنا أنا. طبعا خلال هذا الوقت الأخت هدى بتقول لك أول شيء سلام من صوفيا. صوفيا، أنك بتحب الأدب العربي، حاولي تقرأي الروايات. الأخت هدى بتحكي: أخ محمد، الرواية جميلة ولكن تحليلك لها أجمل. أخت هدى إذا حابة تنضم لنا، أهلا وسهلا بي، خلت نضم لنا إذا حابة على مجال، إذا نسمع وجهة نظرها بالرواية إذا قرأتها. أكيد. ومرة تانية بذكر أنه جميع الروايات سواء السابقة أم الرواية اللي حنحكي عنها نرشحها اليوم لحلقة الأسبوع الماضي موجودة في رابط مكتبة كنار. هذا الرابط موجود في الكومنتس على الجوجل درايف، سهل جدا توصلوا له، إن شاء الله تستفيدوا من الكتب جميعا. فضل سيد محمد. أي وجدنا هنا، احنا كل ثلاثاء ان شاء الله بنطلع وبنرجع بنحكي، احنا بنناقش الروايه لانه نناقش الوضع السياسي للشخص. طبعا يعني خلينا نكون واقعيين. في اول شيء احنا مش لا انا ولا الاستاذ محمد نقاد زي ما بيحكوا، لكن ان شاء الله يعني حابين نوصل لكم الروايه بروحها زي ما وصفها الكاتب يعني. اكيد ونحكي وجهة نظرنا، ومثل ما قلت لك وجهة نظرنا تحتمل الصواب والخطأ. يعني ممكن المتلقي والمشاهد والمتابع ممكن هو يعني يقول انه يتفق ويانا بكلام باللي فيما نذهب اليها او لا. وهذا اللي بدنا اياه من المشاهدين والمتابعين، انهم يكتبوا وراهم، اللي بيحب برضه يعطينا رايه يتصل فينا، اهلا وسهلا فيه. اي طبعا اكيد. تفضل سلام. أريد أدور على هاي المشكلة بالبي دي اف يا أخي، أنه ما تقدر تخلي نوت. أي ما تقدر تخلي نوت، هاي المشكلة. أي أنا هم قرأتها بي دي اف، مع العلم أنا عندي كانت نسخة من الرواية بس انطيتها لصديق، وصديق عشت أنت أخذ الرواية وراح. أي في مثل قديم أعتقد أنه روسي بيقول: مجنونين موجودين في الحياة، المجنون الأول هو من يعير كتاب، والمجنون الثاني هو من يعيد الكتاب الذي استعاره. حقيقة هذه طبعا. في الأخت هدى بتقول لك، طبعا هي بتقول: المرة القادمة إن شاء الله أكون معكم، اليوم أعتذر ولا يهمك يا هدى، إحنا قابلين اعتذارك. عندي طلب للأخ محمد، الرواية القادمة تكون بعيدة عن الحزن والخيبة. الرواية القادمة راح يعني تعجب النساء أكثر من الرجال. حنحكي عنها بالأخير إن شاء الله. أكيد فيها حب وفيها حالة حب وفيها كثير شغلات. حلو. أي فإن شاء الله تكون الرواية. المهم هل في شوف ارتباطها للمكية الحسن، عندها ارتباط روحي بالمرقد اللي ذكر الكاتب ببداية الرواية، مرقد سيد جار الله. بالرواية ايش يقول؟ يقول في مشهد، يقول: في اليوم قبل الأخير أكملت مكية الحسن وابنتها مديحة حزم أغراض البيت ووضعتها في غرفة فاطمة كي يسهل نقلها إلى الخارج، وغادرتا إلى مرقد السيد جار الله. تلك كانت زيارة خاصة، ليس لأنها زيارة وداع،
وإنما لإيفاء نذر تعاهدت به مكية لحسن يوم قالت أنها سوف تضع دينارا في شباك السيد حين يكبر علي ويعمل. علي هسه صار عمره كبير ويحب شاب صار. أمام المرقد كان سوادي حميد جمع جو. هذا سوادي حميد همين فد شخصية من الشخصيات العظيمة بالرواية. كان سوادي حميد جمع جوقة من الأولاد بانتظارها، حين رآها من بعيد بدأ عزفه على الطبل وتحلق حوله الأولاد يرقصون. فتحت مكية الحسن كيس الملبس والحامض حلو ونثرته فوق رؤوسهم وهي تتضرع. ترك الأولاد سوادي حميد يقرع طبله وهجموا على الحلويات لالتقاطها من الأرض، لكنهم سرعان ما عادوا إلى الرقص أمامه وحوله وهم يحثون الآخرين على مشاركة. أطلقت مكية الحسن زغرودة قصيرة لم يسعفها صوتها لأنه كبرت بالعمر هي، فجتي قبل ما يشيلون كان عليها أنه تفي نذرها، لأنه هي قلت من البداية قلت لك كان عندها مشكلة أنه يصير عندها أطفال، صار عندها 3 أطفال والأطفال 3 ماتوا إلى أن جاءها هذا الولد وقالت إذا أجي. وطبعا شلون نذرتها قالت أنا أخذ أمشي بي بالتشابيه، أطر إحنا بالعراق يسموه أطر الساحة مال التشابيه كلها من أولها لآخرها، ويا الطفل نص الخيل ونص الجند ونص العسكر ونص الكذا. هذه كان نذرها، والنذر الثاني أنه تخلي دينار بالحسينية بالمرقد مال جار الله. نعم. في أنه شلون هذا الرجل رجل يعني من أهل الله مثل ما يقول لك، وصاحب بخت مثل ما إحنا نسميه بالعراقي، وعنده جاه عند رب العالمين. من جوي يقول لك جوي يفلشون المناطق بالرواية، يقول من جوي يفلشون المناطق هذه اللي كانوا ساكنين بها الناس العشوائيات، وصلوا للمرقد مال جار الله. فالراوي يصف المشهد أنه الجرافة جت تسوي هذا، طلع من دا تضرب الطابوق أو الطين اللي مبني من عند المرقد يطلع صوت، وفي يسمعون صوت ناس، السائق الجرافة يسمع صوت ناس أنه تمنع أنه يسوي هذا الحدث. فلذلك يقولون كل شيء هدموا عدا مرقد جار الله، هذا الشخص اللي أسس هاي المكان كله هو اللي حكى هنا موطني هنا قبر. هنا أي هذا بيتي وهذا مماتي، هنا بيتي وهنا مماتي، هو اللي حكى. فالرواية حلوة وجميلة، يعني قلت لك أنه تنقل القارئ. شوف إحنا دائما نختار مثلا من باختيارنا هذا، يعني أنا باختياري لهذه الرواية أحاول أوصل للمتلقي العربي أنه يشوف شنو اللي دا يصير فيها على هامش بغداد هاي المدينة. نعم. بعدين في رواية أخرى راح نحكي على بغداد نفسها في الستينات، بس هذه ذيك رواية لازم يحتاج لها شوية وقت، اللي مثلا في عدة روايات في وبغداد حالها حال بقية المدن، كل عصر فيها كتب عنها رواية. مثلا كتبت بالستينات روايات من كان المد اليساري، كتبت بروايات الحروب بالثمانينات، بالسبعينات كتبت عنها روايات والألق والأوج بغداد، روايات بعد الحرب بالحرب العراقية الإيرانية أيضا كتبت عن بغداد روايات كثيرة، وبعد السقوط أيضا كتبت أيضا روايات عن بغداد، ومن أهمها رواية فرانكشتاين في بغداد اللي تحكي عن السنوات الصراع الأهلي من 2006 2007 2008 2005 2006 2007. خالد بقول لك شكرا على الحلقة، قرأت الرواية لم أنتهي منها بعد ولكنها رواية مميزة. نعم. أهلا وسهلا فيك يا خالد، إحنا لسه عندنا وعد نستضيفك إن شاء الله. طبعا بالنسبة لهاي الرواية يعني أنا بشعر إنه ركز فيها على الهجرة والمهاجر والمهجرين. طبعا هو الوضع كان من الجنوب إلى ضواحي بغداد، لكنه وصف هذه التحولات اللي طرأت في تاريخ بغداد العراق بشكل عام، وصفها بطريقة يعني غريبة وما ركز عليها كتير من الكتاب العرب في هذه الفترة، إلا يعني حديثا لما بدأت للأسف الهجرات القصرية
والأمور هاي. بتذكرني هذه في أحد الكتب أو الروايات للعملاق رحمه الله صديقي وعزيزي ناصر الضفيري، الصهد. سمعت فيه أنا هذا الشخص، هو كان أعتقد كان عايش في أوتاوا، لكن للأسف ما صارت لي الفرصة أن ألتقي به. رجل سمعت عنه كل شيء جميل، وقال رجل رائع، أنه كاتب رائع وكذا، ويحكي عن الهامش والهم المهمشين في الكويت أعتقد. مضبوط، صحيح صحيح. يعني وصف في عدة روايات له، كانت منها الصهد، و أعتقد في رواية ثانية اللي هي وصف حالة، يعني قرب حالة الانديجينس بيبول، يعني حتى جاب موضوع الانديجينس بيبول في قصة كاملة نسيت اسمها، اسمها كان إن شاء الله بنعمل عنهم حلقات إن شاء الله. أكيد هذه المحاربات شيء مهم جدا للرواية، أنه يستخدمها دائما الاستعارة والرمز والمقاربة، هذه أدوات ثلاثة يستخدمها دائما الروائي أو أي كاتب روائي أو قاص، يستخدم هذه الأدوات في إيصال رسالته وفكرته دائما. طيب في جملة عجبتني في الـ في الـ في الـ في القصة أو في الرواية، لما الأب مسك ابنه معاه صورة لسعادة الرئيس أو سيادة الرئيس، سيادة رئيس الوزراء، يا رئيس الوزراء حتى، قال له صاير سياسي مع صورة رئيس الوزراء، بابا هذا مخبل. شبيه جمال عبد الناصر، ليش ما يتعاونوا معاه؟ فيعني أتوقع إنه هاي الصورة بده يعطينا الكاتب فيها شوك، هيك صدمة، إنه كيف الأهل كانوا ينظروا لأبنائهم، حتى لو إنه رافع صورة وحامل صورة، إنه صار إله ولاء لهذا الرئيس أو رئيس الوزراء. فأتوقع إنه هون أعطى مسج كبير، يمكن ناس، أنا استوقفتني هذه صراحة. أي طبعًا. أي قلت هو شوف في ذلك الزمن، طبعًا العراقيين حالهم حال أي العائلة العراقية حالها حال أي عائلة عربية. في ذلك الزمن كان الناس يعني أو الشباب في وقتها اللي يعني اللي عندهم هوى سياسي كانوا إما قوميين مع المد القومي الناصري، أو شيوعيين مع المد اليساري، أو البعثيين مع المد البعث من طلع، أو إسلامي بشقه. فالبيت الواحد تلقى بيه أخوان اثنين من تيارين سياسيين مختلفين يتناقشون ويتعاركون وكذا، وبعدين يقعدون على سفرة واحدة يأكلون، وواحد يبوس الثاني وانتهى الموضوع كأن شيئا لم يكن. ولكن لم من يصير نقاش سياسي فكري تقوم القيامة ولن تقعد، نعم مثل ما يقول. فبالبيت الواحد كان يعني أكثر من مدرسة سياسية وفكر سياسي في البيت الواحد، والصراعات السياسية في ذلك الزمن طبعا. هو بالرواية، الرواية همي أيضا عن بيها شوية نفس سياسي، ولكن قليل مو كثير. يعني أنا في هاي الرواية بشوف في روح إنسانية كثيرة في الكتابة، خاصة لما روى قصة كلثوم اللي قتلوها إخوانها مثل العار، يا من العار، لأنهم شكوا إنه كانت لها علاقة وما كان في أي، ففي إنسانية في الموضوع، في نظرة فنية فريدة في الرواية، في اللي جذبني كثير دقة التفاصيل فيها. طبعا يعني متميز كان الروائي في كتابته، وطبعا اللي كمان أضاف شيء بالنسبة لي أنا، التوثيق التاريخي، يعني كانت كلها تقريبا أحداث حقيقية أو تواريخ حقيقية لنزوح هذول المهاجرين من أرياف الجنوب، صح، باتجاه بغداد. طبعا طريقة وجوه اللي وصف فيها وجوه الوجه وشون جوي وشون كانوا متعبين، والرحلة العربان اللي جوي بيه. شوف عزيز جمال، احنا من ندخل بهذه انا كنت يعني بإمكاني انه اسوي ملخص للشخصيات وحدة وحدة، نعم، واتناولها، ولكن ما راح تبقي للمشاهد حافز صحيح على مود يقرأ.
لانه ما. راح يقول لك انا عرفت كل شيء، هاي الشخصيه منو، كلثوم منو، عربي منو، مكيه منو، سلمان يونس منو، علي منو، خزداده منو، فلان منو، فلان منو، بدريه منو، فيفقد ال ال شلون اقول لك، ما بدنا نحرق الروايه زي ما يقولوا، اي يعني تحرقها عليهم وتنتهي. فاحنا بالعكس، احنا هنا جايين انه نحفز الناس انه تقرا، ننطيهم لذلك ننطيهم مثل ما يقول لك رؤوس الأقلام على الرواية وتشوقه أنه يروح يقرأها. نعم. فما يعني ما نتناول كل أنت كل اللي حكيته أنت والشخصيات اللي قلتها، بس أكو بعد أكثر من هذه الشخصيات بكثير. صح. فلذلك يعني قد ما نحكي هسه، انت شفت هذا، شوف قلتها شغله كلثوم اللي انا ذكرتها بالبدايه بس على الهامش. نعم. شنو قلت لك؟ قلت لك عالج قضايا اجتماعيه. صحيح. من القضايا الاجتماعيه هو غسل العار، انه وهذه طبعا مشكله اجتماعيه عربيه متجذره ولحد الان، وكتبت فيها دروس، عفوا دراسات وبحوث كثيره، ولكن لأنه العقلية العربية والبداوة اللي بعدها السيطر عليها رغم أنه المدنية والمدينة اللي نعيش بها، ولكن هذه الأمور موجودة. في الأستاذ نوروز بحكي لنا بدنا نستعير الكتاب، الكتب كلها موجودة أصدقائنا الأعزاء على هذا الرابط، أنا حطيته في الكومنت اللي هو على جوجل درايف، ممكن تطلعوا على كل الكتب السابقة والكتاب اللي حيبدأ فيه أو يحكي عنه الأستاذ محمد الآن. أستاذ محمد اخترنا كتاب للأسبوع القادم، تفضل أستاذ محمد. الكتاب القادم راح يكون كتاب شيق وتقريب يعني وسلس وجميل ومكتوب بطريقة شعرية جميلة جداً. الكتاب اسمه لحظات لا غير، دزيت لك اياه انا مو خليت انا حطيته اي اي للكاتبه اسم مغربيه نعم اسمها فاتحه مرشيد. راح ننطي بعدين نحكي عن الروائيه وشون تكتب وشون تسوي هاي الامور كلها، ولكن الكتاب شيق وجميل جدا وسهل، يحكي عن حب ورومانسية وهذه الأمور كلها، مثل ما طلبت من عندنا صديقتنا هدى تقول أنه كافي يعني بؤس وشقاء وحرمان وهذه الأمور كلها، فهذه الرواية راح تأخذك إلى جو رومانسي شاعري حالم حالم جدا. وكمان غيرنا الى المغرب العربي، المغرب العربي اي لذلك انا اختاريت هذا. احنا نحاول يعني نعتمد انه نختار كتاب دائما من اماكن مختلفه، من بدينا من سوريا، رحنا للعراق، الان بالمغرب، بعدين نروح على محمد شكري، بعدين نروح على السودان، طيب صالح، مصر، كتابها عظيمين بالقصه والروايه، الأردن وغيرها وغيرها. نعم. أنا بدي أذكركم باسم الرواية اللي هو لحظات لا غير. لحظات لا غير. للكاتبة فاتحة مرشيد، موجود الكتاب على الجوجل درايف، إذا أحد لم يستطع تنزيله ولم يستطع التوصل له ممكن يتواصل معايا مع الأستاذ محمد حنعطيه. الجوجل درايف الاكاونت حطيناه احنا عشان الكل يوصل لجميع الكتب بشكل عام، لكن الاسبوع الجاي احنا بدنا نناقش هذا الكتاب، فاذا بتقرأوه خلال هذا الاسبوع بكون جيد، وبنكون معكم الاسبوع القادم بنفس الوقت وبنفس اليوم عشان نناقش الكتاب معكم، واذا حابين برضو انتم تحطوا مدلولكم وراءكم او حابين تحكوا معنا وتدخلوا معنا في النقاش بلغونا، وان شاء الله بكون لنا الشرف نستضيفكم. أستاذ محمد شو بتحب تنهي أو بتحب تعطي آخر شيء؟ والله ما أنا يعني ما عندي، أنا بس نصيحة للمتابعين والإخوان اللي تابعونه أنه إذا قريت ساعة باليوم ما راح يأثر عليك شيء. صحيح. وهذه الساعة راح تنطيك ما تأخذ من عندك. صحيح. فأنصحكم دائما بالقراءة وال يعني ساعة باليوم بكفي.
وهي تكفي طبعا تكفي يعني اذا الكتب اللي نختارها احنا ساعه باليوم تكفي في خلال اسبوع انت مخلص الكتاب. ممتاز ممتاز. الاخت هدى بتحكي ليش الوقت بروح بسرعه معكم، احنا بنتشرف بسماع هذا الشيء. شكرا جزيلا، هذا شيء جيد جميل انه في ناس تستمتع بهذه الحلقات. بشكر استاذ محمد على مجهوده في التحضير لحلقات زي هاي لانه تحتاج وقت، لكنه احنا عارفينه هو ملهم في القراءة والمطالعة، وحابين احنا يعني الهدف من هذه الحلقات هو انه نوصل الكتاب ونعيد هواية المطالعة والقراءة عند ابناء الشعب او ابناء العرب العربية جاليتنا ومجتمعنا. فان شاء الله رب العالمين نقدر نوصل لقلوبكم واذهانكم لانه هذا مهم جدا. اكيد في بعض الروايات يعشقها البعض ولا يعشقها الآخر والعكس قد صحيح، فيعني هذه آراء زي الأكل. طبعا أكيد أنت هو عرض وطلب، أنت ممكن تحب هذا الشيء ممكن ما تحبه، ممكن هذا صحيح. الكاتب الواحد ممكن تحب له رواية معينة يعني ما أرد أستخدم هذا المصطلح، ولكن ما تعجبك روايات أخرى كاتبه هو. ليش؟ لأنه يكون عندك سقف عالي بالتذوق من تقرأ رواية وتشوف أسلوب الكاتب ويشدك ويشوقك، وسقفك بالرواية الثانية راح يكون أعلى، تطمح أن الرواية تكون أفضل مما كتب سابقا. بس مرات يعني أنه تكون روايات الكتاب أيضا ما معصومين، هم إنسان ممكن يعني ينجح في كتابة رواية معينة ويخفق في كتابة رواية أخرى. هذا حال واقع حال مثل ما يقول له. نشكر مرة تانية الأستاذ محمد، نشكر جميع المشاهدين، وبنذكركم بلقاء الساعة 9 مع الأسر المنتجة مع الأستاذ محمد التميمي، وبنقول لكم السلام عليكم.